يمكن مو هاي ناس يعرفوها ويمكن اليوم راح نعلنها للمرة الأولى. أماني أنتي كنتي متزوجة؟ كنتي متزوجة. أوكي. ويعني اليوم أحكي إن هذا الزواج بعده لو صار شيء، لأنه أنا عندي فد معلومات. شنو هي معلوماتك؟ إنه صار انفصال بينك وبين زوجك. إحنا مقررين اليوم نحكي كل شيء بصراحة. شوف، هو مو انفصال رسمي، إنه أو انفصال. انفصال. أوكي. شنو سبب الطلاق؟ انتو كنتوا كلش زينين يعني. احنا لا زلنا زينين. احنا بعدنا زينين. انه شايف هذا الانفصال اللي يصير بود وصداقه، يعني انا لحد هاي اللحظه داري شيء اخابره. ايه شلون يوم الطلاق صار؟ مثلا قعدتوا يلا خلينا نروح نتطلق لو شلون؟ لا، مو هي قبلها اكو سوابق. صارت مثل مشاكل، صارت غيره زايده، تفاهم شويه تحس اقل. عرفت؟ فاحنا ليش نخسر بعض؟ ليش توصل مثلا المرحلة انا ويا نصير اعداء؟ من هسه اذا تشوف اي اثنين يبدون ينفصلوا لازم يصيرون اعداء طبعا. ليش؟ طب ليش ما انا سنين عايشه وياك على الحلوه وعلى المره وانت شريك حياتي، ليش بالاخير من نريد ننفصل نطلع بالمعروف دائما تصير عداوه؟ لا، انا ما عندي هذا الشيء، هو هم ما عنده هذا الشيء. هل جزء من بعدك كان هو بسبب هذا الزواج؟ مستحيل، ما له علاقه. كم سنه دام الزواج بينكم؟ أربع سنوات. ليش خليتي يصير لفترة طويلة؟ إنسان أنا أحبه، هو يحبني، عايشين حياة حلوة، بس بالفترة الأخيرة صارت أكو شغلات هيجي بسيطة بيناتنا يعني، فما حبيناها تكبر. شنتي زوجة ثانية؟ لا، أولى. أولى. زين، من هو؟ يعني شو اشتغل؟ هو خلص إنه الولد راح. والله يوفقه. وقلت لك انا لازلت على اتصال وياه زين، لان ما اذيته بشيء ولا اذاني بشيء. بس قصدي هل هو شخص مشهور؟ اي او لا؟ انا ما احب اتكلم بهاي المواضيع واحكي عنها، وتدري بي من زمان ما احب احكي. ما انا عندي معلومه انه هو فنان وابن فنان. لا لا، مستحيل. سمعتي بهاي الاشاعه؟ هوايه. عرفتي على من دا احكي؟ هوايه. ف الله يوفقه والله يفتح بوجهه، ومن خلال الكاميرا اقول له انت إنسان كلش حباب، وعشت هواية يعني أيام حلوة وياك، عشت وياك أيام صعبة وبشر ما يتحملها. بس بنفس الوقت عشت وياك أيام حلوة وتحملتك هواية وتحملتني هواية. الله شو يكتب لنا نشوف. ممكن تصير راجعة؟ ما أتوقع. ما أتوقع. انتهت. بس اني اللي اريد اوصله انه هو فوق ما تتصور انه هو خوش انسان. خوش انسان. طيب، مبين بعد اكو مشاعر حلوه. مو يعني يعني مو الا مشاعر حب ويعني اتمنى نرجع. لا، اكو مشاعر مال عشره عافيه يعني، ايش ذكريات حلوه. عشره حلوه، لانه أنا يوم كنا متزوجين بس أزواج، إحنا كنا أصدقاء. سرة عندي، سرة عنده، كلش متصادقين. خانتش؟ أبد. عنفتش؟ أبد. تعاد ليش هسه يقولون هاي بطرانة؟ لا، ليش بطرانة؟ أكو أمور. هي شنو مثلاً سارة؟ شك بيك يعني؟ بصراحة؟ مو شك بي، لا لا لا، مو شك بي. بس يعني ما تصير، يصير سوء فهم. سوء فهم. إيه، يصير خلافات. فاحنا ما حبينا الخلافات تكبر، وصلنا انا ويا النقطه خلينا بس اصدقاء. وصلنا انا ويا النقطه يعني، بعد ما اعرف شنو هي هاي النقطه، ما اعرف اللي وصلناها. بس اللي اعرف انه احنا اتفقنا انا ويا انه ما نصير اعداء. ما يحكي علي بالموزين ولا انا احكي عليه بالموزين، انه لان احنا طلعنا بصوره حلوه انا ويا. زين، امان ليش اخترتي انه يكون زواجك سري؟ يعني ليش؟ انا مو بس زواجي سري، انا كل شيء بحياتي سري. أنا كل شيء بحياتي سري. هو مثلا هو كان معترف بيك انه تطلعوا سوا؟ طب ليش ما حد يشوفكم سوا؟ ليش ما حد يشوفنا سوا؟ يعني واحد من الفنانين قال لي انه اماني يعرفون زوجك منه. اي اوكي، وين المشكله؟ ما الوسط كله يعرف زوجي، وين المشكله؟ يعرفوه ويشوفونه كونه من الوسط؟ لا، مو هيك شيء. انت ليش تروح ترجع ابن الوسط من الوسط؟ ولا من الوسط، انا اقول من الوسط يعني، شنو المخجل بالموضوع؟ فنان هو يعني، ما بيهش. وين المشكله اذا فنان؟ اقول انا تراني ساري عادي الموضوع. انا اكو هوايه امور بحياتي متكتمه عليها، كلش هوايه.
وانت اكثر الناس تعرفنا، انا من زمان ما احكي هاي الامور. اعرف ومو صحيح. اول مره يعني تخبين هيك شيء، لكن احنا اليوم نقول انه هو فنان مشهور مطرب. هسه انت تحب يطلع مشهور مطرب؟ يلا اوكي هاي لك، بس لا تزعل. قلناه.